افتح ابراهيم. ابراهيم ده معمول بقى نظام ايه؟ نظام عنبر كده يعني. البلح ده البيت السكني دورين والثالث براجول. اخرج السور اللي هناك ده، افتح يا عمار. دي بوابة بقى بتدخلك للزرايب. ده ملعب صغير كده للعجول الصغار. وده ملعب تاني برضو. دي زريبة بتاعتها ايه؟ زريبة تربيط عجول جاموس. ده ملعب برضه صغير تاني. ده ملعب ثالث. وده ملعب برضو. وده ملعب رابع. ده مخزن. مخزن برضه ملعب للعجول. مثلا عندك عجول رضايع ولا حاجة عامله ملعب برضه. ودي بقى نظام ايه؟ زنقة كده عايز توزن بتاع ميزانة ودشة. ودي المخزن. دي البراجيلا من فوق يا حاج، السطح من فوق ده.
أرضك اللي هي المحروتة دي اللي هي حدها الذرة، الجزء المحروت ده كله هو ده الأرض. الصحراوي اهو، شوف الصحراوي فين؟ ده المعهد تكنولوجيا اهو، ده الصحراوي اهو اهو، شوف الصحراوي، احنا قريب من الصحراوي جدا يعني. تخش قصاد المعهد بالظبط عليه على طول، 5 دقايق من الصحراوي اهو.